نهار سعيد. يعتبر اليوم مميزاً جداً بالنسبة لي، فاسمحوا لي أن أرحب بالمشاهدين والمشاهدات أجمل ترحيب في الدورة التعليمية لائق ليوميات نظام التعليم العالي الألماني. هذه الدورة التعليمية موجهة للذين لغتهم الأم هي اللغة العربية والذين يرغبون في الدراسة في ألمانيا. نحن بدورنا نقدم الشكر الجزيل باسمكم للعديد من المؤسسات والمعاهد التي دعمت وساهمت في إعداد هذه الدورة التدريبية. هذه المادة التعليمية هي هدية مجانية لكم لأدائكم واندماجكم الجيدان في التعليم والمجتمع. على مدى الأسابيع الستة المقبلة سنقوم بتقديم المصطلحات الهامة والتي هي ضرورية توجب عليك أن تعرفها بالضرورة إذا كان أحد يريد أن يدرس بنجاح في أحد الجامعات الألمانية. يبدأ الأسبوع الأول مع الأساسيات التي يجب أن يلاحظها طالب المستقبل قبل بداية الدراسة. سيتم توضيح المصطلحات دائماً من قبل متحدث باللغة العربية ومتحدث باللغة الألمانية. بعد ذلك سنتعرف في الأسابيع الخمسة القادمة على أهم المصطلحات الرئيسية للحياة اليومية في الجامعة. بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من أسئلة التمارين وإرشادات هامة لتحسين فهم ومعرفة اللغة الألمانية. أتمنى لكم جميعاً بداية سلسة وناجحة جداً للدراسة في ألمانيا.